رئيس اتحاد المحامين العرب يشارك في اجتماع المكتب الدائم للاتحاد والذي عقد بالأردن تحت عنوان فلسطين القضية العادلة. الأستاذ عبد الحليم علام يلقي كلمة في الحفل الافتتاحي لأعمال اجتماع المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب بالأردن، ويشيد خلالها بصمود الشعب الفلسطيني ضد جرائم الاحتلال الصهيوني. رئيس اتحاد المحامين العرب يشارك في وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني أمام مجمع النقابات المهنية بالأردن على هامش فعاليات اجتماع المكتب الدائم للاتحاد. لجنة دعم فلسطين بنقابة المحامين تعقد اجتماعاً طارئاً بالتنسيق مع النقابات المهنية الأخرى لبحث آليات وقف عدوان الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة. نقيب المحامين يترأس جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد والتي تعقد في 12 نوفمبر الجاري. اللجنة التثقيفية بنقابة المحامين تعقد دورة مجانية في قانون الإجراءات الجنائية، حضر فيها الدكتور جميل عبد الباقي الصغير عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس الأزبق.